ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. متابعات، تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم. ريكاب ميدي يجيكم من الاثنين للجمعة من نص نهار لساعتين على الحياة فام. نهار لحد وزارة الشؤون الدينية تعلن على كلفة الحج لهذا الموسم ولقدرة ب 16,400 دينار هي الكلفة لهذا العام. شتحكيوا بأكثر تفاصيل على هذا الموضوع واستعدادات الحجاج في ولاية القيروان. معنا عبر الهاتف السيد كامل أحواس المدير الجهوي للشؤون الدينية بالقيروان. سي كامل أحواس عسلامة، مرحبا بك على إذاعة الحياة فهم. شكرا على لقائكم حياة فهم على هذه الاستضافة. شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة. سي كامل أحواس، رسميا تكلفة الحج لهذا الموسم 16,400,000 دينار، تقييمك لها مترش اللي هي مشطة رغم تراجع رغم يعني تخفيض فيها أو مراعاة يعني الوضع بصفة عامة، ولكن تعتبر مشطة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نعرف أن الوزارة أصدرت في بلاغ لها تكلفة الحج الجملية للموسم الحالي كما تفضلت سيادتك، قلت لي 16,400,000 انقسمت إلى قسمين، يعني الإقامة والخدمات بمبلغ 13,300,000 بالنسبة لتذكرة السفر بمبلغ 3,100,000. باعتبار قامت الوزارة وكل تكاتف جهود الدولة الكل في إنقاص في النقص في في الكلفة الحج، ضغط على الكلفة بالتنسيق مع تونسير مع التخفيض لكلفة الحج، وصلوا إلى هذا المقدار 16,400,000. وإن شاء الله ربي يسهل معنا لخيانا الحجيج باش نقوموا أزاي مناسكهم في أحسن الظروف، وربي يتقبل منها ومنهم إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. بالنسبة للتوجه اللي قالت به الوزارة والمبلغ هذا، مش يتوجه من خلال معنا القناة نتاعكم، مش يتوجه بداية من يوم الثلاثاء اليوم وغدوة الأربعاء إلى مكاتب البريد باش يتمكنوا باش يخلصوا المعلوم الجملي لكلفة الحج، يعني 16,400,000 ياخذوا فيها كاس دينار سمارت هذيا معناها اللي هما صبوا الفلوس هذيك باش يتوجهوا به يوم يوم الخميس والجمعة الشباك الموحد باش يتموا إجراءات السفر بالنسبة لحجيجنا الميامين. الشباك الموحد هذا سينعقد بمقر بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر ولاية القيروان يومين عن يوم الخميس ويوم الجمعة. يوم الخميس 9 جوان، معناها اليوم وغدوة سي كامل يمشيوا ساعة للأمور المالية المكاتب البريد باش معناها يصبوا الفلوس هذه في كارت سمارت، والخميس والجمعة يتوجهوا إلى مقر ولاية القيروان باش يلقاو شباك الموحد باش يتموا فيه بقية الإجراءات. وهو كذلك ما يعطيوش معناها كاش، يعطيوه هذه دينار سمارت وهذيك تسجل معناها الكترونيا ويبين لهم معناها خلصوا الفلوس هذيك. بالنسبه نقسموا ولايه القيروان قسمناها لزوج باعتبار العدد كان عدد الجملي 321. قديش؟ كان 321 حاج. 321 حاج. مش يمشي نصف الحجيج اللي كنا قبل نمشيو اكثر من 10,000 سنه، 4,970 معناها حاج في تونس الكل. اي وقع انخفاض كبير في العدد. اعطونا 321 حاج، لكن على غالب ديما نحن الخيال معناها الحجيج والحجات يقدموا تنازلات لظروف قد تكون ماليه اجتماعيه ما يتقدرش السنه يمشي، يعني تاجيل العام المقبل. من 321 قدموا تنازلات 125. 125 كاملين قدموا التنازلات. نقدموا تنازلات اللي لاحقا ساعات كل عام ديما نقولوا نهيبوا بالخيال الحجي اللي مش ماشي من اللي قدم تنازل يخلونا لاخر وقت اللي بعد ما نجموش ما ينجموش توا يلتحقوا اخرين، مثلا ال 125 يلتحقوا اخرين من قائمه الانتظار. سي كمال ثم ناس اللي عملنا قائمه الانتظار وكل شيء، لكن ثم ناس يجيك في التالي بالكل كيظل يملون يقع تعويض قبل ما يعملوا الفحص الطبي، لكن ثم يجيك في اخر وقت في اخر واحد وقدم لك التنازلات. قلت وصل معناها عدد كبير ياسر 125 بحيث وقعد توا اللي القائمات النهائيه اللي صدرت البارح في الليل معناها 196 حاجه بالنسبه للقيروان 196. فيما بلغني ان هناك البعض باش يقدم التنازلات زيدة اكثر من 196. اي وهذا تعتبر معناها خساره للقيروان، كل مره نخسروا 100 120 130 مكان اللي ربما ملول كان يقدموا نحاولوا نعوضوهم باش يمشيوا الناس اخرين لاقامه الحج. بلا من خلالكم نحب الدعوه لكافه الحجيج
أنه يوم الخميس 9 جوان حجيج معتمدية السبيخة الوسلاتية حافوز العلاء الحاجب وحجلة الشرادة نصر الله والمهيدي هذو مدعوين مش يجيبوا الديناصمات متاحهم من ذلك يوم الخميس بمقر الولاية مش يتموا إجراءات السفر أما يوم الجمعة 10 جوان فالمعتمدية القيروان الشمالية والقيروان الجنوبية وشبيك هذوما اليوم الجمعة مش يتموا إجراءات السفر متاحهم يتموا مسحوبين في جواز سفر صالح لغاية تيفري 2023 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ثلاثة صور شمسية بخلفية بيضاء ثم شهادة تلقيح ضد كوفيد 19 هذوما يجيبوه معهم يوم الخميس والجمعة اللي يجيو الحجيج هذه مش من خلالهم يتموا إجراءات السفر نتاعهم إن شاء الله يمشيو سلمين ورجعوا غالمين ربي يتقبل منا ومنهم إن شاء الله ربي يتقبل نحن كوزارة شنية عمل جهد معناها يذكر وفيشكر السيد الوزير اتصل بمختلف هياكل الدولة حول تخفيض ما كانش العدد هذا هو معنى السوم اللي 16400 كان مش يكون اكثر معناها سي كمان كان مش يكون اكثر لكن الحمد لله تضافت جهود الخيان الكل وهياك الدوله الكل من اجل معناها التنقيص والتخفيض قديش نقصوا قديش قيمه التنقيص لو نعرف والله ثم سبب من كل المؤسسات ثم حتى 300 دينار 800 دينار معليش بالضبط العدد لكن العدد حاجه باهيه تقدمت وصلت الى هذه المعلومه ل 16400 ان شاء الله وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ان شاء الله اللي يحجوا هذاك الفلوس هذاك اللي ينفقوا كل في طاعه الله ان شاء الله ربي يعوض عليه ان شاء الله ربي يتقبل من الجميع بالنسبه لعدد المرافقين عندكم فكره كمال على مثلا الحجاج ما زالت الوزاره ما اجلتش فما ذيك شركه الخدمات الوطنيه عندها مرافقين يساعدوا الحجيج معناها في اثناء الحج وثم مرشدين الارشاد الديني يوجهوا معناها الحجيج حول فقه مناسك الحج واللي بدينا فيها في تونس نحن نقريب تو عندنا 51 حصه لقاءات توعويه للحجيج تاع ولايه القيروان في مختلف المعتمديات ما عدا معتمديه الجلوله اللي ما فيهاش حتى مترشح للحج باقي الكل فيها مترشحين واضح ثم اللقاءات التوعويه يبصرهم باحكام الدين وبالمظاهر التيسير في الحج ثم اضافه لمرشدين يرافقوهم معناها في الحج يبينهم اكثر ويساعدوهم على اتمام المناسك على افضل الوجوه. به بالنسبه سي كمال لظروف الاقامه نتاع الحجاج وعلى اعتبار التكلفه هذه اقامه وخدمات 13 مليون و300 دينار باش تكون ظروف طيبه على الاقل. والله ان شاء الله باعتبار العدد قليل من المختلف بلدان العالم ديما مشيت النص توا تقريبا. هذا مما يسهل مش يكون ان شاء الله العدد اقل في البيوت في الغرف نتاع الحجاج. وان شاء الله ربي يوفقهم ان شاء الله ويعاونهم ان شاء الله على اداء ان شاء الله على خاطر الحقيقه ساعات كيف انتبهوا نلقاو بعض الظروف اللي تبدا تعبتهم شويه ولا تعبوا شويه ويبداوا معناها كي ان شاء الله تكون الظروف طيبه يعني في ان شاء الله هي ظروف طيبه ولكن لو المشقه والتعب ما نجم يهرب منه حتى حد بعتي ربي قال ولست ببالغيه الا بشق الانفس ثم تعب لذلك كانت الحرص انه يؤدي الواحد منسك الحج نتاعو عند الشباب وعند الصغار كي أديه كبير يتعب شوية خذا فيه حتى التنقل حتى كي ظل وسائل التنقل الموجودة ثم الناس ما تحملش التنقل هذيك ومن الشروط نتمنى وإن شاء الله ربي يوفقهم لأداء المناسك نعم ومن الشروط 65 سنة أكبر حاج يعني هذا اللي الشرط اللي وضعته السعودية هكا ولا هذا خاص بما قلت لك الحاج هو استثنائي حد ما يفوتش 65 سنة خوفا من كوفيد وآثاره وربما اجتماع عدد وفير وكبير ياسر غادي البقاع المقدسة خفضوا إلى النصف تقريبا ولا باش يسهل العملية فرق ما بين يحلقوا قرابة 3 ملايين ولا باش يحلقوا تو مليون أو مليون بالنسبة لشرط العمر سي كمال اسكو على المدى الطويل يعني أكثر من 65 ما يحجش ولا جزء استثنائيا المرة هذه يعني هي حسب السعوديه استثناء لهذه قلت الحج هو استثناء بجميع المقاييس استثناء لهذه ان شاء الله العام الجاي معناها يرجع العدد لكل الكامل وان شاء الله ربي يوفق الجميع ان شاء الله يا رب اكثر من 50 سنه مش يقوموا بالحج نتاعهم ان شاء الله وما يحرمهمش ربي ان شاء الله يا ربي نختم معك سي كمال بتوصيات للحجاج اللي قاصدين ربي للبقاع المقدسه شنو تقول لهم ولا ابرز التوصيات اللي توجه لهم والله انا اني نشين الوصيه اللي نقول للناس اللي ماشيين الحج بلاهم مش يقوموا بعباده مش سياحه ماشيين ثم تعب ثم مشقه فليحتسب وليصبر ويصبر على الرفاخ في البيت الواحد يكون يتحلى بخلق قويم
وحاجه انه يسمع الكلام المرشدين كي ينصحوا مولى فائدتهم باش يقوموا بهذا الشيء، يخرجوا معاهم للطواف باش ما يضيعوش يزوم في مجموعه كبيره ويرجعوهم. نحبهم يتحلاوا باخلاق رفعه الاخلاق، الصبر على المشاق، الصبر على الرفقه في البيت الواحد، وانسان مش يتمكن مش اداء العباد ولا يحتسب ذلك لله ويرجو القبول على الله. ان شاء الله نقول ما نفسش الحجم نتاعو، يقولوا اخلاص الله، من فارق الدنيا على الاخلاص لله وحده وفارقها والله عن وراه، مخلص في اداء العباد هذيك، مش ماشي طلبا للقب بحاج او غير ذلك او لسياح ولا من ذلك، وربي يتقبل من الجميع بنسكن. وربي يتقبل من الجميع. مشكور جدا سيد كمال حواصل مدير الجهه للشؤون الدينيه في القيروان، شكرا جزيلا لك. اثناء وزاره الشؤون الدينيه خاصه 321 يعني مكان لحجاج القيروان، ولكن تراجعوا 125 شخص في اخر وقت، العدد الحالي توا 196 حاج عن جهه القيروان. وحسب سي كمال حواس فما بعض الاطراف او بعض الاشخاص الاخرى اللي قد يتراجعوا لاسباب متحده صحيه او ماديه او غير ذلك، اللي ماشيين قصدي ربي للبقاع المقدسه ان شاء الله ربي يتقبل منهم. سينو احنا نعرفوا لحضراتكم اذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه القيروان وما جاورها. مرحبا سي حمادي، اهلا وسهلا. مرحبا بك، مرحبا بالمستمعين والمستمعات. يعيشك سي حمادي. دونك في مواضيعنا اليوم باش نحكيو مع السيده راضيه الجربي رئيسه الاتحاد الوطني للمراه التونسيه. بريفيو كان باش يكون معنا البارح الحوار هذايا، ولكن يعني اليوم باش نحكيو معها تو سويت في الانترفيو دي جور. انترفيو دي جور. مع انطلاق أولى الجلسات الحوار الوطني، تم تكليف السيدة راضية الجربي مقررة اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية. تدسويت معنا مدام راضية الجربي، مرحبا بك على إذاعة الحياة فام. مرحبا بك وبكل مستمعيك وشكرا على استضافتي معكم. مرحبا مدام راضية. يعيشك، شكرا لك على قبول الدعوة مدام راضية. دونك نعرف اليوم باش تتسلموا المقترحات اللي باش توصلكم من كل الأطراف اللي شاركت في هذا الحوار. نشكرك برشا على رحابة صدرك أنك تقبل تجري معنا هذا الحوار في ظل معناها المشاغل اللي عندك الكل. الوقت نحسب فيه بالدقيقة. صحيح. صحيح به مدام راضية. دونك كنت دخلت معنا سابقا وحكينا على دور الاتحاد في تشريك اتحاد المرأة، طبعا في تشريكها في اتخاذ السياسات الكلها ولا الحوارات ولا غيره. اليوم نلقاو السيدة راضية الجربي مكلفة وإلا تم تكليفها مقررة اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية. كيفاش تقيم، كيفاش ترى دور الاتحاد اليوم اتحاد المرأة في هذا الحوار؟ دور الاتحاد مهم لأنه اليوم قاعدين نهيئوا ونحضروا في الأرضية لكتابة دستور جديد. دستور يضمن الحقوق والحريات ويكرس الديمقراطية الحقيقية والفعلية، مش الديمقراطية بمعنى كان الانتخابات الصندوق الانتخابي، أما الديمقراطية بمعنى أيضا العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص الحقيقية وتساوي الحظوظ والتنمية المستدامة، لكن التنمية زادة بين جهات، معناها الديمقراطية في المفهوم اللي يمسه ويلمسه المواطن، مش هكا معناها عبارات نحطوها في الدستور. وأيضا الدستور كيف ما قالوا كله خيّن الحاضرين فيه المبادئ الهامة المبادئ الأساسية وخفيف نظيف قالوا التوانسة، بمعنى في كل ما يجب أن يكون لكن مش بالتفاصيل اللي فيها العديد من المطبات واللي تخلي ضيق على المشرع وضيق على المفكرين وضيق على شرح القانون عملية تطبيقه، لأنه تلقى الحاجة وضدها وتلقى المسألة وما يخالفها وقت اللي نقتصر على المبادئ وعلى القيم وعلى الأسس الضرورية وعلى المؤسسات الاستشارية والمؤسسات الرقابية وغيرها اللي تضمن توازن بين السلطات وعدم تغول سلطة على أخرى واللي تحدد الأدوار واللي تحدد دور الدولة ومؤسساتها وغيره. هذايا يخلق استقرار سياسي ومنه استقرار اجتماعي ويساهم في خلق الثروة والنمو ومعناها الخروج من الأزمة الاقتصادية اللي احنا فيها. دونك الاتحاد الوطني المرأة التونسية باش يكون حريص على
انه تكون موجوده هالقيم والمبادئ هذيا والاصلاحات السياسيه هذيا. حريص ايضا على انه تكون هنالك اصلاحات اقتصاديه تخدم النساء بالاساس، لانه اكثر القطاع الهشه واكثر القطاع المفقره واكثر القطاع اللي تشكو من البطاله ومن الاميه هي النساء. وعليه فانه ضروره اليوم مراجعه كل معناها المنظومه ان شأنها الاقتصاديه والمنوال الاقتصادي اللي اثر على وضعيه النساء على مستوى الاجتماعي وايضا على مستوى الحقوق بتنامي ظاهره العنف بمختلف انواعها على النساء. دونك اليوم يجب نكونوا حراس على انه اليوم يتغير واقع النساء عبر النصوص التشريعيه هذه اللي هو نص الدستور. ايضا سنكون حريصات ومراقبات ايضا لاحتواء او وجود الحقوق والحريات داخل الدستور التونسي، وهذايا اعتقد انه مطلب باش يكون متقاسموه مع برشا وخيان موجودين يعنيوا ويهتموا بمساله الحقوق والحريات، ومنها التحقيق ايضا الكرامه الانسانيه للانسان لكن ايضا للمواطنه التونسيه، العداله الاجتماعيه، المساواه التامه وغيرها. وايضا حريصات على انه فما احترام فعلا لحق الاختلاف، لحريه التعبير، لحريه الضمير، لحريه المعتقد، وانه نقطعوا مع هالممارسات اللي كما تشوفوها اليوم اللي تمس معناها من قدسيه الكرامه البشريه وتداولها حكم تراو على مواقع التواصل الاجتماعي. دونك الاتحاد شكون بهذا الكل؟ لكن رئيس الاتحاد ايضا باش تقوم بدور اللي هو مقرر اللجنه، هذايا اعتقد انه مهم بالنسبه لسيتونس. معناها احنا قادرات على انه يكون عندنا دور اكبر من انه عندنا حضور فقط، ما تنجم تكون عندنا مهام. شنو المهام نتاعك في هذه اللجنه مدام راد؟ باش نكتب المحاضر، باش نكون امينه على سريه المداولات، باش نكون فعلا منضبطه للقانون ولي معناها ما هو مطلوب مني. مانيش باش نخرج للاعلام ونقول لك فلان قال وفلان قال، ما يستحيل، معناها استحاله مطلقه. وحريصه على اني نلم الوثائق من عند كل الاخوه ونوصلها لرئيس اللجنه، وفي نفس الوقت ايضا حريصه على اني باش نكون نبلغهم اول باول بالاجتماعات بالمداولات، باش يكون المحاضر زاد نتلوهم عليهم ان اقتضى الامر ذلك. يعني الجانب التنسيقي والتنظيمي سيادتك تشرف عليه مدام رفيع الجرم. يكتب المحضر يستأمن على حاضر واللي يستأمن ايضا على سريه المداولات، واللي كل معناها من طرفي انا ما يخرج حتى شيء. معناها من توا ما فماش حاجه فلان قال ونخرج انا باش نقول، معناها اليوم نحكي معك معك غدوه تسالني اسئله قال سي فلان لماذا اختلف وما نجاوبكش. واجب التحفظ طبعا، نتفهموا هذا. معناها لازم نقطعوا مع كل مظاهر الحقيقه اللي هي التسيط خلاتنا في هذه، واحنا ما دامنا نقولوا نبني ونرسي ولا دوله جديده وتونس جديده بقيم جديده باش نسهروا الكلنا على احترامها. وانا بسيتي مقر احترمه كل هذه القوانين ان شئنا ولا هذه المبادئ نتاع التنظيم. به مدام راضية، كل المبادئ اللي حكيت لنا عليهم اللي باش تكون في هذا الدستور، فما عامل يمكن مقلق ما نعرفش شنو رايك فيه الموضوع، نحكيه على ضيق الوقت. في ظرف 72 ساعه باش يقدموا مقترحات، نورمالمون اليوم باش تتسلمهم مدام راضية، السبت الجاي فما جلسه ثانيه، ومن بعد تقريبا ندخلوا في اسبوعين مده كتابه الدستور. ما تراش اللي هذا الوقت ضيق جدا، قصير برشا باش نجموا نكتبوا دستور؟ وكلنا قلنا اللي هو الوقت ضيق، فما حتى حد مش مدرك انه الوقت ضيق، لكن ما تصورش الحضور قداش عندهم رغبه في التضحيه من اجل تجاوز مشكله الوقت، لانه زاد فما اعتقد ان البعض منا قاعد ينسى كونه الدستور التونسي اللي تكتب في 3 سنين ما كانش حاجه كبيره برشا، معناها باستثناء بعض الابواب اللي هي هامه وخذات حيز كبير من الوقت، لانه فما ناس كان ضد العديد من القوانين ولا ضد معناها الانتربريتاسيون تفسيرات، وقعدوا دخلوا في الشروحات والفصل الاول ضرب قداش وقت والحريات وغيرها. لكن للامانه معناها باقي الوقت وقت ضايع،
وايضا الدستور التونسي نتاع 59 حسب المؤرخين يقولوا انه ما قعدش حتى هو عام، معناها في الحقيقه تقطع العمل في كتابته وتحريره لاشهر، كل مره فما اشكالات نتاع الخصومات ما بين اليوسفية والبرجيبية وفما أزمات معناها عاشتها تونس في الفترة ديك، وإلا هو فاخذ بضعة أشهر. دونك احنا اليوم في عصر آخر اللي هو عصر وزارة الصعيد، نبي منا أنه نخدمه مش حتى عصر السرعة. اليوم معنا تحدي تحدي أنه بدستور يلم الناس الكل وما هو بهالشكل هذا، لكن زادا نضرب رواحنا، لكن الناس اللي قاعدة جاية وهي عارفة هالتحدي هذا، دونك عارفة على شنو قادمة، وفي نفس الوقت ما هيش جاية باش تعمل دراسة وبحوث. الكلهم عاملين دراساتهم وبحوثهم سابقة وجايبين عصارة أعمالهم وعصارة أفكارهم وعصارة قناعاتهم باش يحطوها في ورقات اللي سيقع الاستئناس بها عند ترجمتها إلى نصوص قانونية نلقاها فيما بعد موجودة في الدستور. معناها مش جايبين ناس باش هما ما عندهم حتى شيء، ما وراهم حتى شيء. كلنا عندنا خدمة بتاع سنوات عديدة في المجتمع المدني، سنوات عديدة خبراء، وايضا اللجنه ستستانس بخبراء وتحصلت على ورقات من خبراء في الاقتصاد وفي الماليه وفي الجبايه وغيرها، وايضا عندنا اتحاد الصناعه والتجاره الذي يستأله من الخبراء معناها الكفاءات الكبيره اللي ايضا وضعهم على ذمه اللجنه، والحكومه ايضا لها خبراء اقتصاديين قاعدين هي اللي تستانس بهم باش تحط تصوراتها للمرحله زاد المستقبليه، ايضا وضعتهم طلبت منا إذا تحبوا تسمعوهم تضعهم على ذمتنا أيضا للتداول معهم. وعليه في الخبراء الكل سواء موجودين ولا خارج اللجنة كلهم متواجدين، الناس كل حاطة يدها في يد بعضها من أجل إنجاح حتى حد يدي، عارفين واللي هو صعيبة كما قال الأستاذ الصادق بالعيد لامبوسيبل نيبا تونيزيان، دونك اون فافير تو بور ريوسير، ما عندناش خيار آخر ولا قدر لنا التوانسة، مش إلا في التفاوض ولا في التوافق، لا قدر لنا إلا في النجاح، والنجاح في أن نخدمه مع بعضنا وفي الثقة ما بيننا وما بين بعضنا، في نبذ والتنازل على النعرات وغيرها، الكلنا جايين حبوا ننقذوا بلادنا، دونك هذا هو اللي قاعد يدز فينا وهذا هو العامل الوحيد اللي خلينا ننجحوا. مدام راضية، عندي ملاحظة وسؤال. ملاحظة الأولى أن موضوع ضيق الوقت هذا أنا ما راشي مبالغ فيه، يعني لأنه تويك ثم وسائل حديثة والناس كل عندها يعني تقريبا معطيات قديمة، والناس كل عندها خبرات يعني ومرت بمراحل في حياتها، ولا أظن أن موضوع الوقت موضوع كبير. السؤال متاعي، هل سيكون لدستور 1959 ودستور 2014 وجود في المقترحات القادمة؟ ما نجمش نجاوبك بمعنى راهو باش يكون فما شويه من الدستور 59 وشويه من ما نعرفش، لانه ما الدستور ماهوش جاهز، معناها الدستور فكره مازال نحملوا فيها احنا والاستاذ صادق بالعيد وانت وبكلنا في تونس. انا اقصد الثوابت سيدتي. انا كيفك اعتقد انه هنالك ثوابت وقواسم تجمعنا احنا الكل موجودين داخل هاللجنه هذه، اللي مش باش تخلينا نحيدوا على المبادئ مثلا الاساسيه والحقوق والحريات، يستحيل هذه باش تقع تراجع عليها، وحتى السيد رئيس الدوله اكد واعاد تاكيد كون هالمسائل هذه لا مساسه منها داير، حتى وقت اللي علق العمل بالدستور قال الا هالبابين هذي وعليه، لانه ما نتصورش ان اليوم احنا باش معناها اليوم ولا اللي باش يكتبوا، خاطر انا مانيش في لجنه الشؤون السياسيه باش يبدلوا ولا باش يتراجعوا عليه. بالعكس انا حتى كي نسمع الاستاذ صادق بالعيد نحس انه كيف ما قاعد يقول هنالك رغبه في تطوير هالحقوق هذيا ودعمها. مثلا اليوم سمعت انه في تصريح يقول راهو لن تكون للدوله دين. قاعدين نتطوروا، بالعكس قاعدين نراكموا في الحقوق والحريات وقاعدين نراكموا في المكتسبات اللي راكمتها تونس عبر السنوات هذيا من العلم والمعرفة والانفتاح والتطور واحترام حقوق الإنسان والاختلاف وغيره. اليوم كلنا توانسة وأغلبنا مسلمين، لكن هنالك أقليات فينا اللي زادا مش باش نمحقوهم لأنه أغلبيتنا مسلمين، ولكن أيضا الدولة تحمي الحقوق وتحمي الاختلاف، أما ما تحملش دين الدولة. الدولة هي في منأى عن هل أنها يكون عندها دين، وأعتقد أنه هالكلام اللي قاله الأستاذ صادق بالعيد
أيضا يجد مصدره أو يجد ما يؤيده من خلال تصريحات السيد رئيس الجمهورية في العديد من المناسبات اللي يقول أن الدين هو دين الأفراد وليس دين الدولة. الدولة ليس شخص باش تكون عندها دين، وعليه فإنه مسألة الحقوق والحريات ومسألة القناعات هذه الكل قاعدة معناها اللي تحسوا كونوا الناس هذوما بالعكس باش يطورها. إذا موجودة في دستور 59 دونك باش تلقاوها، إذا هي كانت موجودة في الدستور 2014 باش تكون موجودة لنا. نعم به مدام راضي، انت توا قلت وانه الدستور القادم باش يلم الناس الكل، ولكن الحقيقه نراو انه عدد من الاحزاب ما هيش مشاركه، ما تمش تشريكها وتم استثنائها. راو زيد اتحاد الشغل اللي رفض انه يشارك في هذا الحوار اللي هو يهدف في الاخير الى صياغه دستور جديد للجمهوريه التونسيه. غياب اتحاد الشغل متراش انه ينجم ياثر على هذا المسار. صحيح كيف غاب الجلسه انعقدت والامور كلها مشيت، ولكن على الاقل سياسيا يعني شرعيه سياسيه والا شعبيه، ونعرف دور اتحاد الشغل وحتى في السنوات الماضيه وفي الحوار الوطني اللي فاتوا كل، فغيابه يظل عنده وزن يعني عن هذا الحوار. شوف احنا ماذا بينا الاتحاد العام، ما نتصورش انه فما واحد يتمنى ان الاتحاد العام التونسي الشغل ما يكونش موجود في الحوار هذا. كلنا اللي من الداخل واعتقد حتى اللي من البر، العديد من النقابين على كل حال هم موجودين داخل اللجنه، المنظمه كمنظمه خارج اللجنه، لكن انا متاكده وانا نعرف اصدقائي في الاتحاد العام التونسي للشغل انهم حتى في عدم حضوره مش بمعنى انهم ليسوا مع مسار 25 جويليه والقطع مع الممارسات السابقه، ولهم ضد انه يصير حوار، ولهم ضد انه يقع تغيير نظام الحكم. معناها هذايا قناعات بالنسبه لي، واعتقد انهم قادرين على انهم يقوموا بدور ايجابي ودور كبير حتى من خارج اللجنه، لانه داخل اللجنه افكار الاتحاد العام التونسي للشغل موجود، يعني حمايه الحقوق والحريات اللي بناضل من اجلها موجوده، المنوال الاقتصادي اللي يحمي ضعفاء الحال ويحمي الشغالين موجوده، معناها النظام السياسي اللي يضمن التوازن بين السلطات اعتقد انه مش يكون مطلب زاد هذا موجود من عند الاغلبيه، دونك العمل النقابي. ولكن تشريك الاتحاد في اعمال اللجان هو مهم جدا مدام راضي، صحيح المبادئ هذه ما يختلفوش فيها اثنين. نتكلم باسم الاتحاد ونقول لك علاش هو عنده اسبابه، هو راه انه يكون خارج اللجنه مش معناه هو ضد ما يحصل، اما يرى روحه خارج اللجنه لاسباب تهمهم ويعبروا عليها هما، ولكن ماهوش ضد مسار 25 جويليه، ثم عنده تحفظات في مسائل معينه هذه معناها هما يعرفوها خير مني، هما يبلوروها وعبروا عليها. ما حاولتش تلعب دور الوسيط لتقريب وجهات النظر مدام راضيه مع اتحاد؟ لا مش دور الوسيط، الناس تصوروا انه العلاقات ما بيناتنا كمنظمات، معناها اذا كل واحد فينا راى وجهه نظر معناها راى انقطعت العلاقات، راهو غلط. احنا العلاقات مستمره دائمه الى يوم امس، والقناعات بيناتنا هي معناها مشتركين فيها، معنا نفس القناعات نفس التصورات، لكن التمشي احنا قلنا نصنفهم الداخل. الاتحاد العام التونسي الشغل يرى انه ما ينجمش يكون الداخل، لكن مش معناها هو ضد، ومش معناها انا وياهم عشان نكونوا صحاب، هما اخواتي اصدقائي، ومنظمه معناها عندها فضل على تونس وعلينا زاده، وعلي ما عمرها ولا باش تنقطع العلاقات ما بيناتنا، ومضى بيا يكونوا موجودين، واذا كانت النجم نلعب دور وسيط مضى بيا نلعب دور وسيط، لانه يهمني وكيف التوانسه الكل انه يكون الاتحاد العام التونسي الشغل موجود. وما تقولوا تلعب في دور الوساطه ما كلفني حتى حد، معناها تكون فما شويه مبالغه، فما علاقات ماهيش مش بمعنى راني فما وساطه، ما كان حد يحبني نلعب دور وسيط كان محتاجيني ما نترددش، لاني نحب نخدم بلادي ونحب نخدم زاده قضايا بلادي، وما نحبش معناها المنظمه نتاعنا الكبيره ما تشاركش معنا في هالعركه هذه. مدام راضية، أذكر أنه في عام 2013 أثناء الحوار الوطني الأول تم تغييب الاتحاد الوطني للمرأة، وأذكر كذلك أنه الفترة هذيك كان فيه مشاكل كثيرة على وجود وهدد حتى وجود هذا الاتحاد. اليوم نلقاو الاتحاد الوطني للمرأة في شخصكم كمقرر لهذه اللجنة، هل هو
عودة لدور المرأة باش تكون عندها فعل نشاط سياسي وعندها موقف وعندها رأي تعبر عليه لتدارك ما فاتنا في الفترات السابقة. صحيح صحيح صحيح، لأنه نتذكر أنه في الفترة هذيك حتى جينا أكثر من مرة قدام للناس الكل اللي كانوا متشاركين للأحزاب اللي كانت متواجدة، علاش المنظمة النسائية مش موجودة، هي منظمة وطنية كيف كيف المنظمات الكل، لعبت نفس الدور، ربما يؤاخذ عليها ما يؤاخذ على زاد أغلبية المنظمات، علاش أحد بالذات؟ البعض كان يقول كان يجيبوكم تو نجيبوا منظمة معناها جمعيات أخرى وعلي أقعدوا. دونك إحنا ما عمر ولا كان يقنعنا التبريرات، وكنا نراو فيها موقف سياسي، كانوا فما نزعة إلى تقديم الاتحاد والحقيقة وتقديم المرأة في الفترة دي. كاريتو الأصوات كلها كانت معادية لنمط المجتمع عبر ضرب المقومات أو المكتسبات اللي خذت المرأة التونسية. اليوم ما عادش فما هالخطر هذا اللي يمس من مكتسبات المرأة التونسية. اليوم الاتحاد قام بدوره، قام بلعب الدور اللي لازموا يلعبوا، عالج روحه من الداخل، عمل المصالحة مع روحه، عمل التقييم، عمل كل شيء. الاتحاد الوطني يبرهن أنه منظمة فعلا قوية وقادرة على أنها تصلح روحها وعلى أنها تدارك أخطاء الماضي وعلى أنها تلعب دور مهم اللي هو حماية حقوق النساء، الدفاع على قضايا النساء وأيضا قضايا وطنية عمرنا ولا بطلنا إحنا الدفاع على بلادنا. اليوم فما اعتراف بذلك أو بهذا الدور اللي قاعدين نقوم فيه، لأنه ورينا بالحق كون على مسافة من كل الأحزاب، على مسافة أيضا من كل الحكومات، وعلى مسافة أيضا من كل توظيف للاتحاد. احنا مع الحكومات اللي تخدم قضايا المرأة قلنا لها بارك الله فيك، واللي هو خدام قرارات أو مواقف ضدنا وحتى هو يحكم قلنا له راهو هذايا جانبته الصواب، وخلصناه الثمن غالي والناس الكل تعرف وتونس الكل تعرف. لكن ذاك هي ذاك هو النضال، ماهوش تصديق ولا خوف، اللي يخاف ما ينضلش. واضح. به مدام راضية، وأنت كنت تحكي على دور المنظمة النسوية في الدفاع على النساء وقضايا النساء، نحب نسألك على حادثة على إثر عزل 57 قاضي بقرار من رئيس الجمهورية. فما قاضية يتم تداول وثائق على وسائل التواصل الاجتماعي بغض النظر على صحتها وإلا اللي هو كمنظمة نسوية تدافع عن المرأة التونسية، ما موقفكم من هذه التسريبات وهذه الوثائق اللي تروج على مرأة ومسمع من الجميع وهي تمس الكرامة متاحة وتمس يعني حقوقها كامرأة؟ احنا اليوم صباح عند احد زملائك في إذاعة صباح قلت انه هذوما اخطاء قاعدة ترتكب وما تمش معناها اتخاذ الاجراءات القانونية في شأنها، وايضا اخطاء مش قاعدة ترتكب توا، اخطاء ارتكبت منذ سنوات ولم تتخذ النيابة العمومية، لم تقوم بدورة وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة. وعليه فإنه زاد القضاء وقت اللي هو ما وقفش هالنزيف هذا، عليك علاش نحكي وإحنا على الإفلات من العقاب، ما وقفش بعضهم برشا حاجات ما الحقيقة معناها كان فيها تهاون، منها هذا التداول في شؤون الناس وفي قضايا الناس في حياة الناس في البرة وفي على مواقع التواصل الاجتماعي، وكل واحد ينتصب قاضي ويولي حاكم ويصدر في معناها أحكام، من معناها كل واحد يحك راسه سامحني بالتونسي ويبدأ يفصل على ذوقه. هذايا كان جينا وقفنا هالنزيف هذايا عنا سنوات، راهو اليوم ما يلقاش يتكوعوا بهم سامحني للأسف، فما ذيك هي اليوم تكوعوا بهم القضاة أنفسهم. هذا وثائق مدام راضية فيها اسمها الثلاثي أو اسمها الرباعي وتقرير الطب الشرعي، إيه معناها الحقيقة وصلنا إلى مستوى ولا حتى ولينا نحطوا الاسم معش نخافوا من المحكمة ومن المتتبع العدلي، ما نحطوا الاسم ونحطوا السيفة ونحطوا الشهادة الطبية ونحطوا المحضر ونحطوا شكون خداه وشكون دين الكليكا، وكل واحد قاعد يحكم البارحة على الطفلة كيف ما يظهر له، لا يراعيها هي، لا يراعوا أسرتها، لا يراعيوا المبادئ والقيم، لا يراعيوا مبدأ زاد شرعية العقوبة وأيضا سرية الحياة الخاصة وحتى زاد سرية الوثائق والملفات. حماية المعطيات الشخصية سيدتي الكريمة راهو مشكل في تونس أصبح. مشكل المعطيات الشخصية وحياتي الخاصة. وانت عارف انت الواشي الشهاده الطبيه هذه جبتها وفانا اطار وفانا سياق، وشكون قال تتعلق بها هي زاده، وشكون قال للوثيقه اللي قاعده تداول هي صحيح
الكلام هذا الكل يصير في محكمة مش يصير على صفحات التواصل الاجتماعي. دونك هذا اللي قاعد نقول أنا، هذه أخطاء كبيرة ارتكبناها وارتكبوها للأسف رجال العدالة والقضاء التونسي اللي ما خداش بزمام الأمور اللي قاف مثل هذه الممارسات اللي مش أول مرة راه. أما توا تطورت لأنها ولات ثم مسائل أخلاقية، والمجتمع التونسي ما يتمس كان تتمس حاجة أخلاقية. أما كي تحكي على نساء وعلى ناس يفكرون في ممتلكاتهم ولا أراضيهم ولا غيرهم، هذاك ما تمسش المجتمع. دونك المجتمع يتحس كان كي يلقى حاجة أخلاقية. ولكن كثير الأطراف مدام راضية تحمل المسؤولية لسيد رئيس الجمهورية قيس سعيد اللي خرج في خطاب أمام الملأ وقال اللي فما شكون متهم بتهم أخلاقية، خليني ما نعودش الكلمة اللي تقالت بالضبط، ومن بعد اصدر مرسوم فيه الاسماء، فبالتالي يعني وكانه تم تسهيل ما عندوش علاقه. لسبب بسيط، معناها النجم انا وانا نحكي معاك توا نقول لك البعض وكذا، مش معناها انا قلت فلان بعيني، انا قاعده نقول لك راهو لبعض اخطا بعض الساده القضاة، مش معناها راهو القضاء اخطا، نقول لك راهو هنالك تجاوزات، مش نسكل. اما انا اعتقد انه رئيس الدوله وقت اللي قدم هذا التصريح هذا يحكي في العموميات، هنالك اخطاء، حد يقول هنالك شبهات كبيره تقوم حول بعض الساده القضاة اللي بعضها معناها يهم ممارساتهم، البعض يهم وظيفتهم وغيرها، اللي ضروره انه يقع معناها معالجتها، واعتقد انه معالجتها ما تكون الا بالمحكمه وبتمكين من حق الدفاع عن انفسهم، لكن ايضا في كنفس المحاكمات العادله. به مدام راضية نختم معك بسؤال، نهار السبت القادم فما جلسة ثانية وهي الأخيرة يظهر لي، يعني المرحلة اللي من بعد باش تنطلق للخبراء في صياغة الدستور هكا ولا؟ يوم السبت القادم باش يكون تلاوة، أعتقد تلاوة معناها الخلاصة أو الاستنتاجات من كل الورقات المقدمة من كل الأطراف على مستوى الاقتصادي والاجتماعي على الاقل بالنسبه للجنه اللي انا فيها مقرره، باش تقدم وتعرض على الحضور ثم تنقلوا الى لجنه الشؤون السياسيه او الاصلاحات السياسيه حتى تسيخها وتستلهم منها وتستانس بها وتطوعها في نصوص قانونيه نلقاوها في الدستور التونسي. واضح، شكرا جزيلا لك السيدة راضية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية مقررة اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ضمن الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة. كانت هذه مداخلة مدام راضية الجربي على إذاعة الحياة فان. أنتم في الاستماع لإذاعة الحياة فان في ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. في ريكاب ميدي موصل معكم حتى لساعتين، عودة على أبرز المستجدات على الساحة الوطنية، ومعايا في البلاتو سي حمادي البقلوطي الناشط في المجتمع المدني والمتابع للشأن العام. سي حمادي باش نحكيو على شأن يهم عمادة المحامين التونسيين، هذاك علاش معانا الأستاذ إبراهيم بودربيلة عميد المحامين التونسيين. عسلامة سيد العميد، مرحبا. أهلا وسهلا، مرحبا، شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة. البارح سيد العميد قاعدين نتابعوا في الأخبار اللي رايجة تقريبا في عدد من المواقع في وسائل التواصل الاجتماعي، الأستاذ بودربيلة يمدد لنفسه بشهرين ويؤجل الانتخابات لمنصب عميد المحامين إلى شهر سبتمبر. ما الموضوع؟ شنو ما الحقيقة في هذا الأمر سيد العميد؟ لا، موقع التمديد وقع احترام الأجال القانونية فصل 51 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة في سنة 2011 يقول يتولى العميد وعند التعاقد الكاتب العام تعيين الجلسة العامة الاعتيادية في آخر سنة قضائية. والفقرة 2 من فصل 38 من القانون الأساسي للقضاة تعرف السنة القضائية أنها تبدأ في 16 سبتمبر وتنتهي في 15 سبتمبر من السنة الموادية، وبالتالي فإن انتهاء السنة القضائية هو في شهر سبتمبر. علاش تم معناها تم تداول الموضوع على انه لازم تكون في جويليا والسيد العميد هو خلط في الموضوع في اذهان الزملاء يعتقدوا انه السنة القضائية تنتهي عند بداية العطلة القضائية. هذا خلط وهذا ما ذابت عليه الهيئات السابقة يعني في هذا الخطأ.
يعني بدراسة النص، يعني دراسة مالية تضح أنه سنة قضائية تمتد إلى يوم 15 سبتمبر، وبالتالي نعتبره أنه مجلس الهيئات السابقة كانت يعني مخطئة في تعيين الجلسة في شهر جويلية أو في شهر جوان، قبل شهر جويلية كانت في شهر جوان أو بعد خلال شهر جويلية. ولذلك يعني نعتبره معنى حسنية في ارتكاب هذا الخطأ. الآن وبعد أن علمنا بالخطأ فأنه من غير المعقول الاستمرار على تطبيق الخطأ، يتعين تصحيحه وهو ما فيه لا أكثر ولا أقل. وبالاستناد إلى الفصلين 51 من سمو محمد والفقرة الثانية من الفصل 38 من القانون الأساسي للقضاء، فأن تعيين الجلسة في 10 و 11 سبتمبر يعني له أساس قانوني لا تسريب عليه. واضح. سيد العميد، بخصوص يعني الانتخابات القادمة في عمادة المحامين، هل سيترشح الأستاذ إبراهيم بودربيلة مرة أخرى ولا لا؟ لا، هو القانون ما يسمح كل شيء برة واحدة، المرسوم 2011 هو قبل قانون 58 كان يسمح بتجديد الانتخابات يعني إلى ما النهاية. لذلك رأينا أن المرحوم العميد منصور الشفي ترشح لأربع مرات ووقع انتخابه لأربع مرات. ثم قانون 89 حدد المدة بعهدتين، مرسوم 2011 نص على أن لا يحق الترشح لمنصب عميد أو رئيس الفروع إلا لمدة واحدة، هذا المرسوم الحالي. والله أعلم في المستقبل. في هذا السياق ثم عدد المنظمات هذه بدت القوانين وترشحوا أكثر من مرة وعاودوا معناها. لا، احنا من الجمعية، احنا المهنة منظمة بقانون. وصلاحيات اللي اعطاها المشرع لمجالس الهيئات المحاميه كما عماد الاطباء كذا لا يمكن تغييرها الا بقانون. هذيك قوانين داخليه خاضعه لاراده المنتسبين، يعني ما يتبقش على نفس القواعد القانونيه. واضح حضرة العميد. نرجع الى اليات تجديد المجالس، هل انه يقع تجديد المجالس عفوا المكاتب الفرعيه يعني. الفرعيه في المدن قبل وتشارك هي في تجديد المجلس، او انه يقع المجلس انتخاب على المجموعه الكل؟ لا، لا يقع انتخاب عميد المحامين ومجلس الهيئه اعضاء مجلس الهيئه، ثم مجالس الفروع يعني بعد ان يتم انتخاب العميد ومجالس الهيئه. كيف يتم انتخاب العميد؟ عندنا 9000 9000 محامي يحضروا الكل او عن بعد؟ لا يحضر الكل، يعني ما عندناش تطبيق عن بعد. وتوفر النصاب يعني ممكن يعني في الجانب هذا، الجانب اللوجستي الاعدادي يعني للعمليه؟ لا، هو يعني دائما يعني يحضر 3500 محامي هما اللي يشاركوا بصوره فعاليه في التصويت. بالنسبه لشروط الترشح للعباده سيد العميد، لو كنت تعطينا فكره عليهم ابرز الشروط. الشروط هو أن يكون مرسم لدى محكمة على يعني محكمة التعقيب مباشر، يعني مرسم بالقسم الأول من الجزء الأول من جزء المحامين لمدة لا تقل عن 15 عاما. لمدة 15 عام، هذا هو الشرط الوحيد يعني باش يترشح لرئاسة لترأس عمادة المحامين؟ شروط أخرى أنه يعني يلزم يكون يعني من الناحية المهنية مستقيم، ما عندوش تتبعات تأديبية، ثم شروط أخرى. واضح. سيد العميد، نختم معك بسؤال تعليقك على مواقف عدد من الفروع، فروع المحاماه التونسيه في عدد من الجهات بخصوص مواقفهم من عزل 57 قاضي. شنو تعليقك على هذه المواقف والبيانات اللي صدرت البارح؟ المتحدث باسم هيئه المحامين هو مجلس الهيئه الذي يتخذ قراراته، هو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين. لذلك نجد أن رؤساء الفروع هم أعضاء بصفتهم تلك في مجلس الهيئة الوطنية للمحامين. والمتحدث باسم المحاماة هو عميد المحامين لا أكثر ولا أقل. وبالتالي فإن كل القرارات الصادرة من هنا وهناك لا تعبر عن إلا عن رأي أصحابها ولا تعبر عن إرادة المحامين.
باهي فرصة باش نسألك على رأيك سيد العميد يعني موقف يهم العمادة، عمادة المحامين الكل، بخصوص هذا القرار اللي يخص عزل يعني عشرات القضاة. احنا مجلس الهيئة نحن مؤسسة تعمل بالقانون، مجلس الهيئة سيجتمع وسيصدر بيان في الغرض، وعندما يصدر بيان في الغرض سأتولى يعني الإعلان عنها أمام وسائل الإعلام. واضح السيد العميد إبراهيم بودربيلة عميد المحامين التونسيين، مشكور جدا على تدخلك معنا وتوضيح اللبس اللي صاير بخصوص موعد الجلسة الانتخابية لعمادة المحامين التونسيين. ماضي ساعة و 23 دقيقة، مازلنا مواصلين معكم حتى لساعتين في ريكاب ميدي. سي حمد يقيت نحكيو من وجهة نظر محلل سياسي على ما يحدث من حولنا في الشأن السياسي في تونس. هذاك علاش معنا بالتليفون الكاتب والمحلل السياسي السيد محمد بعود. سي محمد بعود عسلامة، مرحبا بك على إذاعة الحياة فام. أهلا وسهلا، تحية لك ولمستمعيك الكرام ولضيفك. شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة. سي محمد، الحقيقة احنا كيف نسمو أطراف مساندين للحوار الوطني يقولون كل شيء على ما يرام، نسمو أطراف أخرى معارضين يقولون لا حتى شيء ما هو على ما يرام. فقراءتك للمشهد السياسي اليوم وانعكاساته ربما على مسار الاستفتاء اللي احنا ماشيين فيه من أجل الخروج من المرحلة الاستثنائية في تونس؟ أنا أرى أنه وضع يعني استثنائي، وضع انتقالي، وضع مؤقت. ننتظر بعده استحقاقات انتخابية كالاستفتاء وانتخابات برلمانية السابقة لأوانها، وخلال هذه الفترة المؤقتة بالتأكيد، وكما في كل بلدان العالم، يعني لسنا استثناء، في كل بلدان العالم هناك من يدعو إلى انتخابات، وهناك من المعارضة من لا تعجبه هذه الدعوة، هناك من يعارضها، هناك من ينخرط فيها، هناك من يدعو لمقاطعتها. وبالتالي هو في نهاية الأمر حراك سياسي ربما أحسن بكثير من فترة الصمت وفترة الفراغ التي عشناها بعد 25 جويلية، والتي اختفى بموجبها مشهد سياسي كامل كان يعني يضج بالحركة ليلا نهارا على كل المستويات، وفجأة ينتهي كل شيء. الآن عاد الحراك السياسي وبدأت تتكون يعني كما يقال قطبي المعادلة، سلطة ومعارضة، وكما في كل بلدان العالم دائما توجد هذه الثنائية ويوجد هذا التجاذب وهذا التنافس وهذه حتى الخصومة، والتي تصل أحيانا إلى القطيعة وتعود إلى الحوار. وفي المحصلة ما ننتظره لن يكون كثيرا في نهاية الأمر. لا ننتظر رفاها اقتصاديا يأتي مباشرة، لا ننتظر استقرارا اجتماعيا واطمئنانا على المستقبل يأتي فجأة، بالعكس سننتظر ربما مزيد من الخصومات، مزيد من التجاذبات، مزيد من التنافس، لكن كله في مجال الخصومة السياسية. ولم ينتبه الإخوة الأعداء أو الفرقاء السياسيون إلى أن هناك وضعا لا يحتمل وشعب مل من الانتظار. البارح كان ضيفي الخبير الاقتصادي السيد عز الدين سعدين، واختم الحقيقة الحوار متاعه قال من يرحم تونس من كل هذه الأطراف، الكل كل كل يعني شكون اللي يرحم تونس في ظل الوضع متاعنا هذي. سي محمد بعود، اليوم نعيش في ضغط مرتفع للغاية على أشده الخصومة السياسية في البلاد، إضراب في قطاع القضاء لمدة أسبوع قابل للتجديد، حوار وطني من الجهة المقابلة. بالنسبة لإضراب القضاة سيد بعود، رؤيتك ليه اليوم نلقاو كل الهيكل القضائية اتفقت من أجل تنفيذ هذا الإضراب اللي هو في الحقيقة عنده المساوئ متاعه، وهما عندهم المطالب متاعهم طبعا يعبروا عليها، ولكن ينجم يضرب صورة الدولة التونسية هذا الإضراب أم لا؟ والله ما نعرفش علاش يضرب صورة تونس. السنة الماضية دخلوا في إضراب، وضيفك أكيد يتذكر ذلك جيدا، استمر شهر و 18 يوم بالحساب، لم تفتح محكمة واحدة، ولم يتم معناها تعليق الإضراب إلا ما عند إلا عندما تحصلوا على كل مطالبهم المالية، ومنح تفوق الخيال أيضا، وفيها حتى منحة أكثر من مليون
قال تحت الطاولة ندفع عليها ضرائب. أي. يعني وفش تذرت البلاد عندما توقفوا. صحيح أنا مناش حتى واحد يكون يقبل إنه بلاد يتوقف فيها المرفق القضائي. وصحيح يومين فما فلوس تجي من خطايا تطب في القبضة، يعني فلوس للدولة. يومين حتى من أتمنى استخراج الأحكام من الخزينة فيه فلوس، تعدسيات فيه فلوس طبعا الجبائي. محامين تشتغل كتبة يعني عدول فما تعطيل نتاع مصالح ناس، واحد يتوقف على كيفاش تراسي محمد الصباح يمشي باش يسويه ويروح على روحه، واذا به ينجم يقعد جمعه ولا يقعد شهر اذا مدده في الاضراب بتاعه. هذه كلها مصالح ناس تتعطل، مصالح دوله. هل السبب يبرر سي محمد من وجهه النظر نتاعك، هل السبب اللي هما اضربوا من اجله يبرر لهم هذا الاضراب وهذا التعطيل، ام انه لا؟ يعني فما انا في اعتقادي تعطيل مرفق قضائي بالكامل ليس مبررا بكل الطرق، وكان بالامكان التفاوض مع السلطه والاخذ كما يقال والحوار والنقاش في كل المواضيع بما فيها القضاة المعزولون ومناقشتهم حاله بحاله. لكن هذا التصعيد بالتاكيد يعني غير مبرر، ولا يمكن غلق المرفق القضائي بسبب خصومه سياسيه. سي محمد من خلال متابعتي شفت انه وكانه الموضوع اكثر منه مني. الجانب الثاني انه حين تصبح جمعيه القضاة الشباب تدعم يعني وكانها نقابه، يعني هل يستوي هذا الوضع يعني اليوم؟ هي كجمعيه، وتعرف انت التداخل الكثير بين حتى بين قانون الجمعيات والنقابات وغيرها. لكن مثلا انا عارفك شنو تقصد، حتى انا البارح تابعت في احد البرامج التلفزيونيه تدخل غير الموفق للسيد رئيس جمعية قضاة الشبان الذي قال صراحة أنا عزلوني بتهمة أني نعمل في السياسة. إيه عم سيدي، ما عندكش حق تعمل سياسة، أنت قاضي في النهاية الأمر، أنت موظف دولي ولا علاقة لك بالسياسة. شنو المشكلة؟ قد يكون عزلك قاضيا يعني كان بالإمكان مثلا محاسبتك ولا التنبيه عليك، لكن في نهاية الأمر مسألة أنا عزلوني على خاطر الموقف السياسي، شنو التبرير في الموضوع هذا؟ بالنسبة للحوار الوطني اللي قاعد صاير اليوم من المرتقب، وانه يعني يجمعوا المقترحات من كل الاطراف اللي شاركت في هذا الحوار، ساعة تعليقك سي محمد على غياب اتحاد الشغل عن هذه المشاورات ولا عن هذا الحوار. والنقطة الثانية هي ضيق الوقت، في أسبوعين هل تونس قادرة اليوم ولا أي دولة في العالم أنهم يكتبوا دستور في أسبوعين فقط؟ قادرين يكتبوا في 48 ساعة. في 48 ساعة؟ حتى أقل، لأنه تو في نهاية الأمر عندك حاجة اسمها جوجل نزل عليها كل الدساتير المقارنة في العالم كلها وترجمها بالعربية، وحط دستور 1959 ودستور 2014، احذف ما الفصول اللي نقحها بن علي والفصول اللي نحاها بورقيبه والفصول اللي زادت في 2014 وخلت ومشك وعاصر اكثر من 48 ساعة سي محمد، باش نقعدوا نترجموا ساعة ونقراوا الدساتير الكل؟ لا تخرج دستور، يعني حتى طالب في الحقوق يخرج دستوره ومن اجود والخصوصية التونسية وين سي محمد؟ تعد المسألة تأسيسية، راه وقت كتبوا قعد كان ضيفك يزيد يعاوني نتفقد الاسماء، جلولي فارس وطيب السحباني والمجموعه الاولى المؤسسون ومن جولتهم حتى في 59 المرحوم الاسعد بن عثمان اعتقد، مجموعه نيره كانت في تولت العمل من 57 او من جويليه 57 اعتقد الى جويليه 25 جويلية 1959 أيام وقتها كانت فترة فيها صراعات كبيرة. كان في الوقت هذاك أستاذي تونس ما فيهاش كلية حقوق أصلا. وكان ثم صراعات كبيرة سياسية. وكان عدد المتعلمين وقت اللي خرجت فرنسا خلت 2000 شخص في البلاد هذه يحملوا ما يسمى السيزيان. يعني وقتها ما فماش انترنت وما فماش هالعالم هذا نتاع الانسيابيه التواصل والاتصال. ولكن سي محمد ما يلزمش الدساتير ما يلزمش تكون جيده، جمهوريه جديده. لكن انت اليوم شنو اللي باش تضيف؟
ما فما باب للحقوق والحريات وباب حق العمل وحق الدراسة وحق في الصحة والحق في كذا وفي الحق في كذا وفصل للهوية متاع البلاد وفصل لنظامها السياسي وانتهى الأمر. يعني ما في نهاية الأمر نحن لن نكتشف العجلة من جديد فنضع دستورا كما كل بلدان العالم اللي عندها دستير. يعني ما فماش بعض الخصوصيات يعني التونسية في وضعنا الحالي مثلا اقتصادي. اليوم سيد بالعيد سيد العميد بالعيد يقول وانه هذا الدستور سيكون اقتصادي يعني يعني فما خصوصية يعني فما سمحني مع كامل الاحترام لموقعه ومكانته العلمية الجليلة شنو معنى دستور اقتصادي؟ شنو باش نحطوا معناها الفصل الاول تفتح المصانع والثامنة صباحا الفصل الثاني يقع جني التبوع ما هي مش ما لا يوجد دستور اقتصادي. الدستور هو عقد اجتماعي بين الدولة والشعب يقع بمقتضاه احترام الدولة لحق لحقوق الشعب وأداء الشعب لواجباته تجاه الدولة وانتهى الأمر. ما علاش الدستور 2014 قاعد نكتبوا فيه ثلاث سنين ثلاث سنوات كان هناك لا لأنه كان هناك تحايل من المجموعة الحاكمة ساعتها الترويكا التي كانت كان هناك اتفاق أخلاقي التزام أخلاقي وسئل عنه راشد الغنوشي وقال هو ليس ملزم طالما ليس مكتوبا شنو وكان الالتزام منها تبقى عام وتتعدى تكمل الدستور تعدى وتدعو الانتخابات تشريعية ورئاسية وغيرها لكن الجماعة كانوا مقررين يبقوا ثلاث سنين فما أكثر فوضعونا في 48 ساعة ما سماه ساعتها الأستاذ حبيب خضر بالدستور الصغير إذا كنت تذكروه يسيروا به في البلاد هذاك انجز في 48 ساعه او اقل وبقاو هما تقريبا كل يوم يجي واحد حتى الساده النواب اللي كانوا ساعتها ما يحضروش بكل لكن فجاه تحسوا كانهم نادولوا يجي ويجبد فصل من اللي تعدوا ويحل عليه عركه و و و ونرجع نراجعوه اضافه الى بعض المصطلحات التي وضعت ساعتها والتي اثارت عراكا اجتماعيا وسياسيا وحقوقيا مثل كلمتك الشريعه هي اصل التشريع او المراه مكمله للرجل كل مصطلح منهم يستدعي عديد المظاهرات واعتصام في ساحه مارز وفي القصبه وغيرها هذه كلها كانت نوع من المناوره لكسب الوقت ومضيعه الوقت ثلاث سنوات. سي محمد بلغه الفيسبوك نقول لك جامي جو بارتاج يعني ما ورد سابقا اما رايك اليوم في العوده القويه للاتحاد الوطني للمراه في شخص رئيسة الاتحاد مقرره للجنه الشؤون الاقتصاديه هذه كان بالامكان ان يكون هناك يعني اكثر بكثير واحسن بكثير وكان بالامكان الاستعانه بخبراء في المجال هذا ولكن وقعت نوع من ربما حتى من انت استاذي فما زوز من الناس ربما ما نقولكش خبراء اقتصاديين لكن اقرب كثيرا للمجال الاقتصادي وهم موالون للرئيس وهم يعني مدافعون عن سياسه الرئيس السيد منصف عاشور والسيد الخبير نبيل نسيت الاسم نسيت اللقب واللي كان عندهم دور كبير في حل المشكله نتاع الكامور اعتقد مشكله الابار النفط في قطاويل وغيرها وكان بالامكان الاستعانه بهم كمقررين للجنة الاقتصادية على الأقل يعرفوا الظروف وغيرها لكن السيدة رئيسة الاتحاد المرأة أنا لا أعرف حتى شنو اختصاصها ولا شنو قرات لكن نقول لك حاجة واحدة كان بالإمكان الاستعانة بمن هو أكثر. به نختم معك سي محمد بسؤال عن الاحتجاجات اللي قاعده صايره من قبل المعارضه سواء جبهه الخلاص او بقيه الاحزاب اللي نظموا مؤخرا وقفه احتجاجيه قدام مقر هيئه الانتخابات في العاصمه الى اي مدى هذه الاصوات يمكن ان تؤثر في المشهد والا في المسار اللي احنا ماشيين فيه نحو الاستفتاء؟ وانا نقول لك التاثير في التواجد يعني هذه الأحزاب موجودة ومعارضة موجودة ومعترف بها وحتى إن لم تعترف بها السلطة فهي أحزاب تحمل البتين تمتاحها وعندها ناسها وعندها هياكلها وعندها عناوينها واستطاعت أن تجمع نفسها سواء في الائتلاف هذاك اللي فيه السيد حمد همامي وعصام الشابي والسيد خير الزاوية واللي احتج يوم السبت فارت أمام مقر هيئة الانتخابات أو في جبهة الخلاص الوطني والسيد نجيب الشابي ومن معه وحركة النهضة وغيرها أو حتى قبلهم في مواطنون ضد الانقلاب جوهر مبارك وبالتالي هذه المجموعات موجودة
بدأت في تصعيد الخطاب، وسمعنا من السيد نجيب شاب يوم الأحد الفارط في قفصة يقول حتى أنه هناك توجه جدي لتأسيس حكومة إنقاذ في القريب العاجل، واتفقنا عليها خلال الحوار الوطني، يعني اتفقنا على كل تفاصيلها، وهذا يبدو نوع من التصعيد الخطابي لأكثر وقل، لأنه لا توجد لا حكومة إنقاذ وطني ولا يوجد أصلا حوار ولا اتفاق بين الأطراف على هذه الحكومة. شكون باش يشارك فيه الحوار سي محمد وهم أصلا كمعارضة منقسمين؟ لابد من هذا التصعيد الخطابي حتى تبرز المعارضة نفسها وكأنها بديل جاهز وبديل جاد بالخصوص. لكن قلت لي في السؤال أنه هل تستطيع أن تؤثر أم لا؟ التأثير يكون على صعيدين، أما أن قادر على تعبئة وتحشيد جماهيرك وإنزالها للشارع بمليونيات في شارع بورقيبة أو وحتى في عواصم الولايات كلها تقريبا وفي نفس اليوم وبطريقة معناها أنك شنقوله تحبس البلاد جماهيريا. هذه جربتها المعارضة في عديد المحطات ولم تنجح في تجاوز العدد 4000، وبالتالي هذه مسألة نحاها على شيء. المسألة الثانية هي يبدو أن بعض قيادات الأحزاب، ما نقولش الكل، أن بعض رموز المعارضة تراهن عليها بقوة، وهي التأثير الخارجي أو الضغط الخارجي. وهذا حكينا في السابق في نفس إذاعتكم أن الضغط الخارجي إلى حد الآن غير واضح المعاد. احيانا نجد السفراء يدخلوا في شؤوننا بشكل مباشر بشكل فج وبشكل يعني معناها غير مقبول. احيانا نجد حتى ولت عند نموذج جديد اجتماع سفراء 8 دول الكبرى 7 دول ومعاهم سفير الاتحاد الاوروبي يغطوا بيان ويخرجوا بيان والبندقيه والدول الديمقراطيه ولا مش ديمقراطيه والعوده الى البرلمان وغيرها. أصبحنا نلاحظ مثلا وجود مبعوثين، ما كانوش الدول اللي يجينا واحد هذا مبعوث وزارة الخارجية الأمريكية باش يقعد مع الدولة وفي نفس الوقت يقعد مع المعارضة وفي نفس الوقت يقعد مع المنظمات المجتمع المدني والمنظمات الجماهيرية. أي يعني إذا كان مبعوث وكأنه شوية أخرى باش نقولوا احنا كي ليبيا ولا سوريا كل مرة مبعوث الأمريكي مبعوث الفرنسي مبعوث الأمم المتحدة مبعوث مجلس الأمن وغير ذلك. وهذه خطوات كان بالإمكان تجنبها لولا يعني الخطأ من الطرفين. على كل كما قلنا، يا إما التحشيد الجماهيري بشكل مليونيات يعني تجبر النظام على أنه يتراجع في خطواته، أو ضغط خارجي، وهذا الضغط لم يتبلور بعد، لم نرى مثلا دولة تسحب سفيرها أو تعلن قطع العلاقات أو تدين تونس وتتهمها بالديكتاتورية والفشية. هذا ما زلنا نسمعه فقط في خطابات المعارضة، لكن عمليا هناك بعض الدول ربما قد تكون مستاءة من طريقة الحكم الحالية، ربما بعض الدول تعبر عن استيائها من عزل القضاء وتصريحاته الحقيقة متباينة. سي محمد تلقى تصريح ساعات هكا فيه إشارة إلى العودة للمسار الديمقراطي، تلقى في المقابل مثلا نفس المسؤول من تلك الدولة يقول لك دعم تونس ومواصلة دعم تونس. بالضبط، يعني هذا هو حتى على مستوى المؤسسات المالية المانحة لم تستطع الأصوات المعارضة التي دعت إلى المقاطعة تونس وغيرها لم تستطع أن تثبت ذلك على أرض الواقع، لأن هذه المؤسسات ما زالت تتفاوض مع تونس، وحتى أن تعطل التفاوض فلأسباب مالية بحتة وليس لأسباب سياسية. واضح. الكاتب والمحلل السياسي سيد محمد بعود، مشكور جدا على تدخلك معنا اليوم في عودة على أبرز المستجدات على الساحة الوطنية في تونس. بكالوريا غدوة إن شاء الله تليم ذات في القروين كما في الولايات الكل يتوجهوا إلى مراكز الاختبار باش يعديوا امتحانات البكالوريا. ربي نجح الجميع، ربي معهم وربي ينجحهم إن شاء الله. هذاك علاش معنا في التليفون السيد عادل الخالدي المندوب الجهوي للتربية في القيروان باش نحكيه معه على آخر الاستعدادات لتأمين هذه الامتحانات في ظروف طيبة في جهة القيروان. سي عادل الخالدي عسلمة، مرحبا بك على ذات الحياة فهم. مرحبا بك ومرحبا بكيف المستمعين. مرحبا سي عادل، شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة. سي عادل نبدأ معك، ساعة البارحة تسلمتوا طرود الامتحانات كما بقية الجهات وتمت العملية يعني بسلاسة والأمور يعني واضحة؟ أي بالتأكيد انطلقنا في ليلة البارحة وكان زي وزيع على القنوات الإعلامية كان بحضور السيد وزير وسيد الديوان والمندوبين الجهويين في إجراء لتسلم العلب الحاوية للامتحانات الوطنية، وكانت مرت بكل الجهات تقريبا
بسلام وفق الاجراءات التقليديه العاديه اللي نقوم بها. الامتحانات موجوده بالنسبه لنا على مستوى الاستعدادات، ما عادش نجموا نحكوا توا على الاستعدادات، اذا هوني فري حاضرين وغدوه ان شاء الله تنطلق في الامتحانات ان شاء الله زيرو فوات، فما متابعه فما عمل. قبل ما نتوسعوا شويه بربي سي عادل في مدى جاهزيتنا لهالامتحانات الوطنيه المهمه ياسر واللي تهم العائلات يعني اللي عندهم وليدات في البكالوريا، قداش عندنا بالارقام تلامذه في البكالوريا؟ عدد المراكز قداش؟ لو كنت تعطينا فكره سي عادل. باهي بالنسبه لعدد التلاميذ، العدد النهائي اللي باش ننطلقوا به يوم غد هو 6604. منذ ايام كان 6606 فما متغير صار 6604، منهم 5127 في المعاهد العمومية، والبقية يتقسموا بين المعاهد الخاصة والمترشحين الفرديين اللي هم تقريبا في حدود 325 هذه المكان. شنو هو المتغير اللي صار باش نقصوا زوز؟ نعم قلت لي فما متغير صار يعني كانوا لا في العدد ما صعودا وهبوطا في اللي تاب فينال فما شكون يتخلى ما يتحصلش على الاستدعاء ولا يكون مترشح ما هوش راسب ما ينجمش يعدي فردي لا غير ذلك. ديما عندنا الهامش هذايا اللي هو قبل مثلا قبل ايامات يكون عدد لكن ربما ينقص لسبب او اخر، الاسباب هي كلها اسباب قانونيه بالتاكيد. بالنسبه لمراكز الامتحان، مراكز الامتحان في القيروان عندنا 30 مركز امتحان موزع بطبيعة الحال على كل المعتمديات بدون استثناء. الثقل اللي موجود في المدينة عدد 9 مراكز للاختبارات في مناطق المعاهد مدينة القيروان، في مدينة القيروان، ثم نتوسع بشوية عن الرقادة الباطن، فمعاهد السبيخة زوج معاهد، الوسطية زوج معاهد، حفوز، العلاء، نصر الله، الحاجب، بوحجلة، شبيكة، المهيري، جلولة، كل هذه معناها فيها مراكز اللي هي عدد 30 موزع على 13 معتمدية. طبعا أخذ بعين الاعتبار الاجلوميراسيون تاع المدينة اللي هي نعتبرها المدينة اللي فيها زوج معتمديات الجنوبية والشمالية. باهي فماش حالات خاصة في ولاية القيروان؟ فماش شكون باش يعدي مثلا في السجن ولا في المستشفى؟ موجود بالنسبة للسجن عندنا حالة في إجراء الاختبار بالسجن المدني بالخيروان، وعندنا في الحالات الخاصة عندنا 8 حالات تتمحور كلها حول إما تضخيم الخط أو زيادة ثلث الوقت وكذلك بعض الحالات نتاع بطل الكتابة وغيرها، حالات صحية بالأساس. عندنا عدد 8 حالات على مستوى جهة الخيروان. بالنسبة للسجن المدني عندنا حالة تلميذ يعدي البكالوريا في السجن المدني. بالنسبة لحالات المستشفى الجهوي يعني ما إن شاء الله ربي يحمي صغيراتنا الكل، ولكن ديما احنا في الانتظار ربما لا قدر الله يكون شكون يصير له تعكر خلال الامتحان. العملية تنقل من مركز الامتحان إلى المستشفى في سويعات قليلة جدا بنفس الإجراءات اللي متعودين بها، وهذا عمل روتيني متعودين به في كل سنة. بالنسبة للاستعدادات سي عادل توا حاضرين احنا في جهة القيروان من مراكز الامتحان، كل شيء معناها كل الامور حاضرة مضبوطة باش الامتحانات كلها تمشي في بطريقة طبيعية يعني؟ جاهزية بنسبة 100% حاضرين، وهذا ليس فقط بالاتصال، كان دليلا اني تو موجود في حفوز في زيارة رسمية لأحد المعاهد، وطبعا أنا بقية هياكلنا قاعدة تدور، فما زوار من الوزارة كذلك كيف باش يعملوا في زيارات على مستوى تثبت في الجاهزية والاستعداد. استعداد تام ونعتز بهذا، استعداد مش غريب على الإطار التربوي والإطار الإداري العامل، استعداد معناها جوهره هو اللي الامتحانات الوطنية، فما دربة كبيرة على الامتحانات الوطنية ونعتز بهذا، وفما كذلك الامتحانات الوطنية نمط آخر من التعامل يعني تبرز فيها في من المحطات اللي تبرز فيها للأمانة الوطنية السابقة، يعني مراكز امتحان تولي منضبطة معناها بنظام دقيق إلى غير ذلك، فما بطبيعة الحال احتياطات من عديد الأمور اللي لازم نحضرها، وفما السبيل العادي للإجراء الشكلية اللي هو الهدف نتاعنا هو التأمين أو إيجاد ظروف ملائمة لإجراء الاختبارات بالنسبة للتمارين. صرنا ديزانسيدون نتعاملوا معاه كما الموضوع اللي عندنا مدة نتحدثوا عليه
صار الحديث اكثر في يوم الضغش. بطبيعه الحال هذه يتم التعامل معها بموجب القانون. وعليه ان ننصح على الاقل دائما واجب النصح للتلاميذ. وكذلك للبعض اللي يمكن يخرط في بعض العمليات اللي تتخذ صبغه اجراميه احيانا. راهو السبيل هذا ما يوصلش. كبيره اللي يجي باش يربح باك 22 من المحتمل ان يؤجل الى ربما يفتح له فرصه بعد 7 سنين او 5 سنين يعدي عام 27. يعني هذا مش باهي بالنسبه للهولندا. احيانا الرغبه في الحصول على نقطه او نقطتين اضافيتين قد تنسف مستقبل تلميذ يعني او تلميذ. اضافه الى الاجراءات القانونيه يعني الشبهات الجنائيه ما نعرفوا توا بالنسبه للغش ما عادش الغش العادي نتاع الورقه والفوتوكوبي الالكتروني توا فما غش الكتروني. الامن يخدم بخدمه كبيره ياسر قاعد يتصدى كذلك ومع ذلك نتوقع اللي فما تصير تم مسك عصابات في القيروان طبعا موجود عندك بالارقام سي عادل في الدورات اللي فاتوا بون ارقام محدده لا ولكن في الدورات اللي فاتوا تم مسك يعني عصابات الزعماء الامني كبير ياسر حالات الغش عملوها تقريبا في حدود 85 حاله ومجملها او كلها تقريبا اللي هي تتمحور حول الكيت والالات المتطوره. هنا فما تطور اخر تطور في حتى ادوات الغش. يعني انا نقولها بكل وطنيه وكل اعتزاز نحن له بالمرصاد هيئه الدوله البكالوريا هي صوره البلاد وما هو ما ليس من الهين ان نسلم فيها بالعكس هي تحدد المستوى وحتى على المستوى الدولي اذا الناس كل مستعده للتوقي والتصدي من الاشياء دي. سيد المندوب نتمناو النجاح لابنائنا اولا. نحن نغتنم الفرصه باش نتوجهوا بنداء الطلبه والتلامذه انهم يتجنبوا الوسائل هذه ويخليوا نبدوا على الجانب هذايا الغش خاصه اللي هو ماهوش من اخلاقنا. سؤال حول مراكز التجميع والاصلاح. قاعد نشوف انا وكل عام يتبدل مركز الاصلاح من مكان لمكان وهذا يؤثر يعني سلبا على ربما الاستعدادات وقت في القيروان مركز اصلاح قار. هو بالنسبه لمركز الاصلاح مبدئيا الحل الغنى الاخير هو ان اصبح قار. علاش؟ خاطر المركز يؤم في حدود 800-900 شخص. نعم. ما بين مصحين ومفقدين ذلك يعني عدد كبير وطاقه استيعاب بالنسبه للمؤسسات كما كان في رقاده طاقه استيعاب ما تهزش كان فما بعد وماشي وجاي كذلك كان في الاعداديه النموذجيه نفس الاشكال باعتبار ان صغار المطعم ما كانش يهز. السنه اللي فاتت خذينا حل استثنائي في اعداديه دار الامان. نعم. على اعتبار ان يكون الاصلاح في عدد جديد الدرلمان واستغلال مطعم معهد الدرلمان. اثناء خذينا قرار جذري هو ان يصبح مركز الاصلاح بمعهد الدرلمان اللي هو معهد كبير يعني من حيث ضغط استيعاب القاعات من حيث الفضاءات من حيث المكان يعني مكان تواجد معناها المؤسسه وكذلك حتى من ناحيه الاعاشه والمبيت وغيره يعني كل الظروف متوفره في معهد الدرلمان متوفره لكليماتيزور سعاده خاطر نعرفوا درجه الحراره اكيد كل القاعات مكيفه بطبيعه الحال حتى الطاقه التشغيليه نتاع الكهرباء عملنا تدخل المده اللي فاتت باش نقوي الواحد باش يكون طاقه استيعاب ما يصيرلاش التقطعات يعني الانطلاق ان شاء الله من خلال اليومين القادمين هو تو فما التحضيرات الاوليه اللي يعملوا فيها الخيام وتكون بطبيعه الحال يكون مركز اصلاح ناجح. الموضوع الثاني بالنسبه لمراكز التجميع. نعم. مراكز التجميع اللي هي هذايا انا ديما نعاود ناكد اللي مركز التجميع هو فخر لنا في القيروان. ثم على مستوى الوطني فما 6 مراكز تجميع. المركز التجميع هذا هو اللي يقوم بالعمليات الدقيقه للبكالوريا يعني اهم مرحله في الامتحانات هو ما يجري في مراكز التجميع. احنا نعتبره من الاوائل ان لم نكون الاولين يعني اخطاء ما فماش فما عمل دقيق خبره كبيره جدا للاطار العامل لزملائنا الاداريين والمجوزين غادي كل العام يا سيد المندوب مهم يعني لابد لا سيستم نتاع مركز التجميع بنكسر اي ثم حاجات تتعدى
يعني مسكوت عنها، لكن راهو مراكز تجميع والناس اللي رجال ونساء نعم. يعني ناس في الليل ورغم صعوبات هذا علاش الصعوبات مثلا مركز تجميع هذا علاش صرام لقينا الحل انه يكون في عبدية النموذجية مثلا كي كان في رقادة فما بعد معنا ربما مركز تجميع في وقت من الاوقات كان في رقادة غزالك يعني فما صعوبة نساء ورجال وتعرف التزامات العائلية وغيرها في التقييمات تقيم سنويا ودوريا الأداء تاع مركز تجميع طبعا دائما مركز تجميع بالقيروان مع احترامنا طبعا لبقية مركز تجميع دائما مركز تجميع بالقيروان يكون هو في الطلع هذا فضل اللي طلعنا وبفضل الصديق السيد الجليل سي عبد المجيد فرحات اللي عمل دورات متميزه زميلنا نوجه له التحيه بالمناسبه بالطبيعه لا ما تكفيش تحيه واحده سي عبد المجيد ما يسالش سي عبد المجيد نعملوا له برشا تحيه ما يسالش هو السنه هذه جدد زميل اخر كيف كيف سي البشير الفرحاني كيف كيف تعزيزات طيبه جدا انا منذ قليل قبل ما يجي الحفوز كنت بحذاه وكان عندنا لقاء وبالتاكيد احنا مصرين على النجاح باذن الله ان شاء الله يا ربي به سي عادل حكينا قبيله على حاله الغش والعقوبه نتاعها اللي تنجم يا اما يتحرم من انه يعدي البكالوريا ولا تنجم حتى تكون عقوبه سجنيه فما حاجه اخرى ديما نسمعوا بها سي عادل رغم التحذيرات وكل شيء كالتسريبات نتاع الامتحانات في الدقائق الاولى بعد انطلاق الامتحانات هل الحاضرين في ولايه القيروان باش يعني نقفوا نتصدوا لمثل هالممارسات اللي تنجم تصير في اي مركز نتاع اختبار والله الحضور حاضرين والعمليه فيها صعوبه علي فيها معاناه لان عمليه الاختلاس او تصوير المواضيع لتسريبها يعني هي عمليه مريبه وتكون بدقه وبخفه الى ذلك هنا تو الاجراء الجديد اللي خلاص السيد الوزير واعلنها امس هو يعني ما نحطوش زاده حتى زملائنا زاده ما نحبوش نمسوا قطاعات وكذلك يا خويا باش نبعدوا الشبهات عن الدخول وحتى حمايه لهم فتقرر ان منع الهاتف الجوال على كل العاملين بالمؤسسه التلاميذ و ليس من باب الشك مش من باب الشك او من باب توجيه الاتهام لكن من باب حمايه القطاعات اي اون فا معناها بالنسبه لنا استعمال الهاتف الجوال ما يدخلش في القاعة لا على التلميذ ولا على المراقب ولا على العامل ولا حتى ممنوع على المراقب ولا الإداري ولا فقط الوحيد الذي له الحق قانونا في استعمال هاتف الجوال والجوالان به في البحث هو رئيس المركز فقط للاتصالات اللي صارت ما زاد على ذلك فما إجراء بالنسبة للخيان توا المربين فما يكون فما فضاء والوارد واللي موجود انا نعرفه فما التزامات نتاع زملائنا وكذلك ساعات مرات يولي مشغول واللي عنده التزام عائلي حاجاتك من قدر مثلا صغيره مريضه كذلك يحتاج هو في الاثناء الاربع والخمس ساعات باش يعمل مكالمه وكذلك هذه مخول له يتصل برئيس المركز هو يقوم بالاتصال مكالمه نتاع التخطيط والاستاذه باش ما يكونش في البي وباش ينعكس الاداري فيما عدا ذلك ممنوع على اي كان باش يستعملوا ديما نعاود ناكد الاضطرار للاجراء هذا راهو ليس من باب الشك في الاطارات نعرف اطاراتنا على درجه عاليه من الثقه نعرف اطاراتنا اللي يهمها لتجنب يعني هو الحقيقه لتجنب هل اللي نجم يصير معناها حتى لا تمثل القطاعات باش ما تمثلوش باش ما يقولكش كذا لان واحد على 90,000 يعمل حاجه ربما خطا ولا كذلك فيه مس ربما احنا لا يا سيدي نطلقوا شبهات على الكل ما نجيبوش الكونستابل اللي هو عنده مثلا امر طارئ المقامات محفوظه يتصل بالسيد رئيس المركز ويقوم بعمليه واضح سي عادل قاعدين يقولوا لي ما بقاش فما وقت ما مازال عندي سؤال رجاء جاوبني بايجاز بالنسبه للتلميذات هكا شنو توجه لهم كتوصيات وقتاش لازمهم يكونوا في مراكز الاختبار اسكو فما بروتوكول صحي والا لا باش يحطوا بافيت والا لا؟ اي البروتوكول الصحي موجود لي بافيت موجودين اوبليغاتوار فما من حسن الحظ ان الظروف الصحيه اقل من السنه الاقل خطوره من السنه الفارطه فما المدخل الوحيد لابد الكلام ظن يتقيدوا بتوقيت الحضور توقيت الحضور اللي هو 7:30 وسبعة ونص هذه راهي كي نقولها راهو باش التلميذ يركز لكن صيف ساعي يلفو دافوار دي كالم باش ما يبقاش خالط في اخر وقت واللي ربما ياثر على الامتحان. الالتزام بالبروتوكول الصحي كيف كيف والنصيحه الكبرى اللي نوجهها للتلامذه ابتعدوا او تجنبوا الغش راهو ما عنده حتى حبل راهو قانونيا ممنوع
اخلاقيا امر غير مقبول. وراهي وصمه عار تبقى حتى في تاريخ الانسان. اذا بين الانسان اللي عمل على راحه وينجح بجهده وبعدده. هذا من ناحيه. من ناحيه ثانيه احنا راني نقول لك لندا تجربه البكالوريا تجربه راهي وجوديه، تجربه نتاع معناها تلاقى فيها كل المشاعر، تجربه مرنا بها تجربه حلوه وصعيبه. نحبوا نصعبوها على روحنا نصعبوها، نحبوا نسهلوها نسهلوها. احنا عندنا ثقه سهله برشا، عندنا ثقه سنيه كبيره في تجربتنا. فقط نقول الابنائي التلاميذ تغلبوا عن الخوف، يعني ما تخافوش، ما تحطوش روحكم في حاله من الرهبه الكبيره اللي بتاثر. صحيح كثير فما تراك كثير في هذا كان مطلوب التراك الاولى، ولكن الخوف الى درجه ان واحد مع شنو هذا يراه مش مطلوب في نهايه المطاف. مطلوب من العمل، مطلوب من الاجتهاد، الباقي على نرفعوا قدراتنا والباقي على ربي، وربي ينجح هذا الجو، ربي ينجح الجميع. وفي اقصى الحالات ما يلزمش يخيم علينا عقليه الفشل، لان ماهيش نهايه العالم. راه كبير ذكاء اذا ما نجحش مش نهاية العالم. الناس كلها دوبلت والناس كلها عاوز ونجحت وعندهم اطباء ودكاتره وذلك ما هو مشكلة. اذا التخييم الفشل على الانسان هو اللي يحبط ويولي 90% داخل واحد. نحط راحي داخل ناجح، ثقه في النفس، ما نتغرش، نحط رجلي على الارض، نقرا الموضوع بعقلي وراه. تاكدوا بالله، اختم بالملاحظه هذه، تاكدوا راه الاختبارات اللي تجي في البكالوريا راهي من عام 65 ديما اسهل من اختبارات اللي تجي وسط العمر. واضح ان شاء الله سهله، وربي ينجح الجميع يا ربي. وان شاء الله اللي يسمعوا فينا كلهم ياخذوا بالنصايح هذوما، يمشيوا بكري، ركزوا لاباس، ما يخافوش، ما يحطوش الفشل هكا قدام عينيهم، يحطوا ان شاء الله بقدره ربي النجاح، وربي ينجح الجميع. مشكور جدا السيد عادل الخالدي المندوب الجهوي للتربيه في القيروان. هكا نكون وصلنا لختام غيكاب ميدي لليوم. نشكرك برشا سي حمادي البخلوتي الناشط في المجتمع المدني والمتابع للشان العام. تحيه لاحمد المخلوفي في الاخراج التقني، احمد الشفا في الديجيتال، أنس الهمامي في استوندار، ابن أبو خيت زادا نسلموا عليها، نوفل الشرطاني زادا كيف كيف في زملائنا في الإخراج التقني للحصة. كنت معكم سهام حمدي في غيكاب ميدي من نص نهار حتى التوا. نتقابل غدوة في غيكاب جديدة. في الأمان. غيكاب ميدي، متابعة تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم، يجيكم من الاثنين للجمعة من نص النهار لساعتين على الحياة فام.